عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحه جيده. الوغ بعد ما عملت لكم الفيديو الاخراني وين حكيت لكم على انه كيفاش الاجراءات الاخرانيه باش تهبط سياره كهربائيه وشنو هي السيارات اللي ممكن تهبطهم وشنو هي الاوراق بالضبط وقداش تشد الاجراءات الكل، وعطا لخصت لكم موضوع سيارات كهربائيه في تونس نتصور بالكدا بالكدا. اليوم جيت نحكي لكم على موضوع مهم جدا، انت تو كي تهبط سياره كهربائيه باش تقول لي باين نهبطها ومن بعد ناقه وين نشارجي، كيفاش باش نجم نعيش بسياره كهربائيه، بالك نمشي بلاصه تقطع لي، بالك ما نجمش نشارجها في الدار ولا حاجه، وكل ما يخص استعمال سياره كهربائيه في تونس من حيث الانترتيان كل. واليوم رجعنا نفس السيد باش زاده نعاودوا باش تحكي لنا على تجربته مع سياره كهربائيه لمده اكثر من 6 7 شهور وحتى تقريبا عام. دونك باش نحكيوا على شنو تجربته مع سياره كهربائيه، وين يشارجي، كيفاش يشارجي، قداش الاوتونومي، وشنو التاثير البنيه التحتيه نتاع تونس على استعمال سياره كهربائيه، وكل ما يخص الاستعمال تاع سياره كهربائيه في تونس. قبل ما نبداو اشتراك في القناه مهم برشا، وما تنساش تابعنا على صفحه الفيسبوك والانستغرام، وعندنا زاده جروب على الفيسبوك اسمه سيارات كهربائيه في تونس، وين تنجم تطرح سؤالك اي حاجه، سؤال يخص السيارات الكهربائيه. وحاجه اخرى مهمه جدا، صورت لكم برشا سيارات كهربائيه موجهين اساسا للسوق الاوروبي والشرق الاوسط، تلقى البلاي ليست تو يشطر لك سيارات كهربائيه، تختار الكهرباء تحب عليها تتفرج فيها، وممكن زاد الكهرباء هنا وتختارها انك تهبطها. وخلينا توا نبداو. توا عسلامه مره اخرى. اهلا وسهلا. دونك اليوم جيناك مره اخرى زاد باش تعطي تحكي لنا على تجربتك مع سياره كهربائيه، خاطر هذا مهم برشا. بيان سور. كنت اكيد دارك خممت فيها قبل ما تهبطها. بالضبط. دونك كانت نجم توا تحكي لنا، نعملنا تعملنا تقديم على تجربتك وبعد خلينا نوريهم كيفاش تشارجوا وكل. اول سؤال انا كي يشوف اللي عندي كهرباء كهربائيه يقول لي كيفاش تعمل باش تشارجي؟ نقول لهم ساهل برشا، عندك حلول. الحل الاول هو البريز نورمال نتاع الدار اللي هي تبدا 220 فولت، تخرج خيط طويل شويه، يبدا ديما اون جينيرال الكهرباء كيبيعوها لك افيك ان ادابتاتور 220 الكهرباء تحطها تشارجي في الدار نورمال. دونك بالنسبه لعمليه الشحن برشا يسالوك كيفاش تشارج الكهرباء، دونك قلت لي عندنا برشا حلول. الحل الاولاني 220 فولت تحطها تقريبا 20 ساعه باش تشارجيك حتى 100%، نحكيو 100% اللي هو مش كونسيي اون جينيرال، كونسيي حتى 80. اما باش توصل 100% وتبدا فارغه تقريبا 20 ساعه. هذا بالنسبه للشحن العادي نتاع الدار. بالضبط. اي شحن عادي، خاطر شحن بطيء او كعلاش يقعد برشا. بالضبط. و 20 ساعه الكهرباء الكل تقريبا هكا. تقريبا الكل. والحل الثاني توا؟ الحل الثاني ركبوا بون. بون نوع هذيا تنجم تكون هذه، والا نوع نتاع اللي موجوده اكثر اليوم، الماركه فول بوكس موجوده برشا. هذه سيدي بتزيد في ثلاثة سوايع تقريبا، على خاطر تعطي 7.5 كيلوات de puissance de recharge، donc تقريبا 3 سوايع. هذا الشحن السريع. هذا الشحن السريع. اون الترناتيف. الترناتيف. وفما نوع اخر اللي هو اون كونتينيو، اللي هو يشارجي ديريكتومون البطير، خاطر هذايا اون الترناتيف يمشي للترانسفورماتور في الكهرباء باش يشارجي البطير باش يرد اون كونتينيو. وفما شارجور كونتينيو واحد بركا موجود في تونس اليوم في دار النقل 150 كيلوات في 35 ساعة، دقيقة سامحني. واللي هو اظهرلي اسرع واحد في افريقيا في افريقيا في دار النقل في حقل. وتو باش يسالوك هذا منين جبتوا هذا، تجيبوا مع الكهرباء ولا؟ انا خذيته مع الكهرباء على خاطر وقتها مش موجودين في تونس، اما اليوم فما عندنا هذه الماركه هذه، دونك ماركه وول بوكس اللي موجوده في تونس وممثله بالكدا، وانا ننصحها اليوم وديت تعلقوا هوني هكايا في الدار وتصرف اصغر شويه من هذا. تو كنت نجم تورينا كيفاش تحط في كهربتك؟ بيان سور. دونك تحلها وتشوفوا لهنا عندك زوز فريزات، هذه نتاع لا شارج رابيد دي سي كورون كونتينيو ماشي زوز، وعندك هذه نتاع الزوز الكل نتاع الشحن السريع. انا عندي هذه نتاع الشرع ريشارج، هذه نتاع 7.5 اهي بالضبط، حطها هكا تشعل لك مغادي تشعلك مغادي. عندك شرير هذا 220 فولت ها، كيف يتحط في الكهرباء لا ميم بريز، وهذا يتحط في 220 فولت. هذا الشارجور العادي تاع الدار العادي. الشارجور العادي تبدا تلقى كومبان تحت كومبان في بلاصه ولا حاجه، تنجم تدخل للدار اللي يجي يخرج بيشارجي. فهمت. تو بالنسبه اللي مش شارجي في الدار باش يخرج بها، دونك تو باش نوريوها. اي تخرج برا عندك برشا مواقع تنجم تشارجي فيها، اللي هي لي ستاسيون سيرفيس، مقصر لي ستاسيون توتال اليوم قاعدين نركبوا، عندك شيل، عندك اجيل، وعندك اون ابليكاسيون اسمها شارج بوان تي ان.
اللي تعطيك توت لي بوان دو ريشارج، كل بوان دو ريشارج في تونس. عندك برشا وتله، عندك موفين بيك مثلا. دونك هكا خلينا نوريوهم. موفين بيك لاك البحيره مثلا عندهم اربع شارجرات في الباركينغ تاعهم. وبرشا بلايص في صفاقس، في جربه، في قفصه، في سيدي بوزيد. دونك اللي يحب يسافر بها موشو. ما عندكمش تخافوا، انا ليا سبع شهور نهار صارت لي اي مشكله. دونك من المميزات تاع سيارة كرافين تسمع حتى حس كذا تسوق فيها. دونك كيما تو كان حس لك كلمة الزيارة كاهو هذيك هي. ومعلومة هامة اللي هي اللي في الـ في الكيوسك في ستاسيون سيرفيس تشارجي بلاش. الكل. خاطر القانون اليوم تاع الكهرباء في تونس ما يخول حتى حد باش يبيع الضوء. دونك الوحيد اللي عنده الحق يبيع هو ستيك. دونك في الستاسيون سيرفيس تشارجي بلاش. واش كفاش سي كو لي شارجور رابيد هذوما نتاع نص ساعة أو ساعة قليل برشا، يظل فما أباغ نتاع النقل 150، يظل فما واحد على لوتوروت نتاع 50 كيلوات يشارجي لك في ماكسيموم ساعة. عندنا زوز هكاك. أوتونومي 400 تنجم كانك تمشي كان في تونس بركة تشارجها مرة في الجمعة قبل ما تخرج مثلا نهار الأحد في الليل، تحط كهربتك تشارجها في دارك، تقوم في النهارتين في الصباح عندك رشاج فول. بالضبط. تشدك جمعة كاملة. هنا عندي سؤال شنو نسألك؟ أنت كي جيت تشريها في الفيش تكنيك قداش مكتوبة الأوتونومي نتاعها؟ الأوتونومي 400 كيلومتر. وفي تونس تشدك 400؟ تشدني أقل شوية على خاطر كي تخدم الكليماتيزور مثلا باش تنقص لي 40 كيلومتر. أي. أو توا مثلا أنا توا عندي 80%، عندي 36 تنجم تصور. أي. هاني باش نحي تقطع واحدة. أي. 236، هاني باش نقص الكليماتيزور تشوفوا قداش باش تولي. 290. 290، أي. لهنا باش تشوفوا اللي فما عوامل يأثروا على الأوتونومي نتاع الكهرباء. وثاني حاجة علاش سألتك كي قريتها قداش فيها وقداش شدتك، على خاطر السيكل WLTP هذايا. أي. وزادة يختلف حسب البنية التحتية نتاع البلاد. بالضبط. مش كيف كي تسوق. ماهوش ديما صحيح. ماهوش ديما صحيح، هاك علاش حكيتها برشا في فيديوهات سيارات كهرباء، أنه راه كي تراه النمر ماهوش ديما صحيح. ماهوش ديما صحيح الـ WLTP. الصحيح هو كيفاش تستعمل. وعندنا أون بليس لا بوسيبيليتي دو سكون أبيل في البوات دو فيتيس كان تحب تصورها توا. أي بالضبط. عندي البوزيسيون دي والبي. بي معناها بريك. بريك. معناها الكهرباء ال سو ريجينير. بالضبط. اون فرينون توت سول. ما عادش تستعمل الفران، تولي هي بيدها تفريني. اما غير ما تستعمل لي بلاكيت. معناتها كي تسيب الاكسيليراتور تنقص في السرعه من غير ما تستعمل لي بلاكيت. من غير ما تستعمل البلاكيت ويشارجي. ويشارجي، نربحوا حاجتين، كهرباء تشارجا اكثر. فوالا. والبلاكيت على الفران تستحفظ عليها. فوالا بالضبط. اي. الافونتاج سي كو قد ما تزيد في الريجينيراسيون قد ما الاوتونومي تزيد. هذاك علاش في لوتوروت ما فماش برشا ريجينيراسيون، الاوتونومي تيح على سكيتي بريفي. بالضبط. دونك هي عكس، خاطر الحكايه عكس كراب ليسونس. في لوتوروت ممكن تولي تكلك اكثر من وسط البلاد. بالضبط. دونك باش تشوفوا اللي فما برشا عوامل ياثروا على الاوتونومي نتاع الكهرباء، وهذه حاجه تفهمها حتى كان انت باش تستعملها في تونس ولا حتى في اي بلاد اخرى. دونك راه الرقم اللي تراه ما يكون ما يوصلش للرقم هذاك ويقرب له الا لما تكون كهرباء تسوق فيها بسياقة ايكونوميك، كل ما تزور مش محلول وماش مرضنا برشا، دونك فما عدة عوامل. بالضبط. و كي تقول لك كهرباء 400 وانت ماشي باش تاخذ ثنية مثلا او درود، احسب 300. ديما ناقص. احسب 300 و بون اون جينيرال الكهرباء بالجي بي اس نتاعهم فما لوجيسيال اللي ينصحك وين توقف، خاطر يعرف لي ستاسيون سيرفيس اللي فيهم. ينصحك وحده يقول لك لازمك توقف في اتال اندروا باش تشارجي، معناها ما تتقلقش وما تخافش. اما استعملته مثلا استعملي تونس المرسى نمشي الرادس بقرين المروج نقعد في تونس يعني مريانه تونس الكبرى. تونس الكبرى ساعه ساعه نمشي حمامات بن زهرت سوسه اهي مهديه معناتها 150 160 كيلومتر ما عندي حتى مشكله نمشي ونجي. اما كان واحد باش يمشي لصفاقس مثلا يلزم يبرمج باش يشارجي، غادي يلقى حاجه تشارجيها له بعد ثلاثة سوايع. يوقف ثلاثة سوايع باش يشارجي. اما نتصور توا المشكله الوحيده حسب ما فهمت من كلامك انه ما عندناش برشا دي بورن دو ريشارج رابيد سريع. ناقصين توا لي بورن دو ريشارج رابيد. علاش؟ خاطر غاليين. بالضبط. اون بورن دو 22 كيلوات تتكلف تقريبا سوس 3 ملايين 3000 دينار.
اين بون دو ريشارج رابيد من 15 والفوق. دونك يلزم اللي باش يركبها عنده مصلحه. أو المصلحه اليوم ما فماش، بعد ما عندوش الحق يبيع الضوء. ان شاء الله القانون باش يخرج باش يخول للناس. واليوم فما ابليكاسيون جديده موجوده في اوروبا اللي هي بارتاج. مثلا انا عندي في داري عندي بون، يا سيدي النجم تجي انت مرحبا بك تجي تشارجي تخلص باش تخلص بالضبط وتشارجي عندي ايه. تاخذ رونديفو وتجي تشارجي في داري ايه. فهمت؟ هذه تولت في اوروبا جديده، هذه عمرنا في اوروبا جديده وتكلف لك ارخص من اللي بالضبط من الغشاش في لي ستاسيون ايه. ايه. وتو بالنسبه مثلا كنت تحكينا مره عملت لونتراجي، اعطيني اكثر لونتراجي عملته مثلا. اكثر لونتراجي مشيت المهديه. المهديه كيفاش كانت التجربه؟ مشيت لاباس وصلت غادي شارجيتها ونجم ترجع من غدوه نورمال. خلينا نفهم الحكايه قبل ما تخرج بها كانت فول. فول هي حطها فول. وهي مهديه حكيت 160 كيلومتر هكاك 150 اكثر شويه 220. 220 باهي. 220 وصلت نورمال معناها عندي نجم نرجع بشويه. اما خيرت نعاود نشارجها ب 100% غادي. خير معناتها فهمتك. دونك كانت تجربه عاديه على الاخر وما ما جاتش مشاكل تاع انك تلقى بورن دو ريشارج ولا عمرها ما صارت لي حاجه بها برشا. عمرها ما صارت لي باش تصير لي مشكله ولا حاجه. انا نشوفها كي توصل لي ال 20% مثلا حتى كي نقعد في تونس نمشي نشارجها بالضبط. وهذه يا جماعه راه ما تقولش خاطر فما هذه كهرباء غاليه، حتى كي نجيب كهرباء رخيصه الاوتونومي نتاعها باهيه لا ميم اكسبيريونس معناتها. خاطر اللي يهم لهنا هو الاوتونومي مش الكهرباء شنو هي. بالضبط. بالضبط. طبعا مثلا باش نوريكم دونك مثال لهنا ستاسيون موجوده في الموفنبيك جامارت. دونك لهنا جينا الموفنبيك جامارت باش يورينا ستاسيون مثال موجوده. دونك لهنا نشوفوا بورن دو ريشارج اللي هي لهنا واللي هي اي واحد نجم يشارجي فيها. نورمالمون يفو دو ماي يفو تطلب لوتوريزاسيون مي وي تنجم تشارجي هذيك غالبين. اه هاي من هنا شوفوا اه هاي كما غادي نعمل لكم عليها زوم. دونك مكتوب عليها تسلا ما غادي انا يتشارجي الكل تشارجي رابيد. اي ورابيد ولا عادي؟ عاديه عاديه. مثلا انت جربت تشارجي فيها قبل؟ ما جربت تشارجي فيها. تعطيني 7.5 معناها تقريبا ساعتين ونص ثلاثة سوايع. فهمت. دونك دي احدى اللي بنو بلاش معناتها بلاش هذه حاجه بلاش. اما عندنا واحده برك حسب ما نشوف. يعني عندنا واحده برك اما في الموفنبيك في اللاك فما اربعه. فما اربعه وكلهم عاديين كيف من هكا كيف هكا. فهمت. تو نمشيو للستاسيون سيرفيس شيل اللي موجود في سنيه المرسى كذلك زاد بلاش. دونك هذه طول الستاسيون الثانيه. هذه الستاسيون الثانيه مثلا انواع نتاع الستاسيون سيرفيس اللي ايكيبي دون بون دو ريشارج. بالضبط. وين بالضبط كانت هذه؟ في سنيه المرسى قبل كارفور بشويه. اوكي. دونك البون اللي هنا عندنا بون واحده فوالا البون هذه تنجم تجي تشارجي هكا بلاصه مخصصه. خلينا نشوفوها. Votre téléphone portable est resté dans le véhicule. دونك هنا كما قاعدين تشوفوا كهرباء الكتريك محدانا وهذه البون من هنا. هذه بون عندنا جوج انواع تنجم تحط زوج كراهب. بالضبط معناتها منا ومن هنا معناتها زوج كراهب يشارجوا حتى كان بون واحد. زوج كراهب بالضبط وبلاش معناتها ما فيهاش. بلاش بلاش. دونك لهنا مع الكهرباء مخصصة. دونك زوج كراهب عندنا. بالضبط. اوكي يعني نرجع تو. دونك تو وفي ثنيتنا تو نحكيو على لونتريتيان تاع الكهرباء الالكتريك. يقول لك جوست نوري حاجه عندك الابليكاسيون كانت نجم تصورها أي. اللي هي اسمها شارج بوينت ان. هذيا شارج بوينت ان. ايوه تعطيك توت لي ستاسيون سيرفي ستاسيون دو ريشارج. شوف عندنا برشا ديجا هاك تشوفوا تبارك الله موجودين في الجمهوريه التونسيه كامله. بالضبط. تمشي لبنزارة تمشي لقفصة تمشي للتطاوين موجودين في كل بقعة على الطرقات على ما عندكش باش تخاف. وبالسهل العملية يكون عندك ابل كار بلاي تحط لهنا وتنزل عليها يعطيك اللي تنغى. اكزاكتومون. اثنين دونك لهنا حاجة أخرى نحكيو على لونتروتيان تاع الكهرباء الإلكتريك. ألوغ لونتروتيان ما فما حتى لونتروتيان في الكهرباء الإلكتريك. يلزمك مش يلزمك كل عامين تهزها يتفقدوا ما عندهم ما يتفقدوا تهزها يتفقدوا فماش إشكالية ولا حاجة فماش ميزاجور. أي فوالا
هو على فكره علاش تسلا ليه؟ خاطر الميساجور ما تنجمش تعمله كان عندك تسلا بالضبط. دونك الميساجور هذا مهم زاد يحسن الاداء نتاع الكهرباء. دونك ما عندك حتى شيء بخلاف الماء ظهرت على سبي كلاس والعجله هذيك حاجه عاديه. دونك لا تبديل بالضبط لا تبديل زيت لا حتى شيء بالضبط. دونك وهذاك هو بالنسبه للانترتيان نتاع الكهرباء نتصور. معناها عندك اون ايكونومي نتاع ليسانس مثلا نقولوا احنا تصب بلان كل جمعه البلان ريزرفوار 50 لتر 100 دينار، 100 دينار في الجمعة يجيو 5000 دينار في العام، ديجا تربع 5000 دينار. لونتروتيان يلزم كل نقولوا كل 15000 كيلومتر تخلص تقريبا 400-500000 ما بين تبديل الزيوت والفلتروات والكنترول والدنيا الكل. كل عام تقريبا عندك 500 دينار. فوالا دونك مربوح قوي بلس لي فران اللي ما عادش استعملهم برشا. الفران ما استعملش الفران بالكل على خاطر عندي لا بوزيسيون دي بي بريك اللي هي ان ميم طون ريجينيراسيون. دونك كنت مثلا نجم حتى مثال تو مثلا نزلت عليها تو مثلا هي تو تنقص الفيتاس تاعها وحدها ولا تنقص وحدها تفراني وحدها هكا هنا تشوف لهنا بوزيسيون ريجينيراسيون وما نزلش على الفران والفيتاس قاعد تنقص بالضبط. دونك هكا نكون كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم. نشكرك برشا على تجربة على انك قسمت معنا التجربه خاصه من ناحيه الوراق ومن ناحيه كيفاش تعيش مع سياره كهربائيه برسمي. هذه حاجه تفيدنا على الاخر نتصور معناتها مش موجوده حتى على الانترنت يعني في الاول معناتها نتصور موجوده كانت في القناه لهنا. وشكرا برسمي على الاخر على التجربه هذه. وكما قاعدين تشوفوا دونك الفيديو السابق حكيت لكم كيفاش انه تنجم تهبط سياره كهربائيه بدون حتى مشكل. دونك ولات الحكايه جست ثم شروط معينه والوراق عطيتكم بالضبط وكل الحكايه ما تفوتش 10 ايام دونك حسب ما قال خاطر القوانين تبدلت وكل. نستنى حاجه بركه واللي هي حكايه الفينيات الليسانس فيسكال كانت تتصلح هذيك دونك حتى مصاريف تاع الفينيات والاسيونس باش تقل برشا ان شاء الله. اهي ان شاء الله. وهذا هو بالنسبه للمواضيع تاع السيارات الكهربائيه. مكملين زاد في تصوير سيارات كهربائيه صورت لكم برشا وحدين وننصح زاد تتفرج فيهم. واذا عندك اي سؤال مرحبا بك في التعليقات ولا معلومات اتصال تلقاهم في الديسكريبشن لوتا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.